وزارة التربية والتعليم عملت إجراءات مختلفة السنة دي في امتحانات نهاية العام الدراسي خصوصا لطلاب الثانوية العامة، زي مثلا مراقبة اللجان بالكاميرات وكمان التفتيش المستمر للطلاب قبل دخول الامتحانات، وده اللي منع تسريب الامتحانات وكمان منع محاولة أي غش من الطلاب. لكن ازاي الطلاب هيتعاملوا مع هذه المحظورات؟ ده مهم جدا، اللي طبعا حددتها الوزارة خلال الامتحانات، وانعكاسات هذه المحظورات على تقليل نسب الغش وعدم تسريب الامتحانات. كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عليها دلوقتي ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور محمد خليل الخبير التعليمي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. لو برضو لو حضرتك في البدايه كده نذكر اخواتنا الصغيرين من طلاب الثانويه العامه باهم وابرز المحظورات. هو طبعا شهادات النقل اعدادي وثانوي كده كده بايام ديت عندهم امتحانات. ففي البدايه خالص نستعين بالله سبحانه وتعالى ونهدئ اعصابنا كده اهوت، و شوية كده مشي أو تريض خفيف كده إيه قبل الامتحان بعشر دقايق تهدئة أعصاب، بلاش قهوة ونسكافيه كتير وشاي كتير. فكرة إن أنا أطبق طول الليل دي فكرة خاطئة تماما صحيا ونفسيا. وطبعا مش عايز أتطرق طبعا لأولياء الأمور، بس أولياء الأمور مهم جدا، جزء من نجاح منظومة التعليم. البيرنتس أولياء الأمور أو ما يسمى بعض الأحيان ماميز، الأمهات طبعا كل التحية ليهم. ايوه اكد على النقطه دي طبعا. جروبات التوتر صح، بس هو التوتر من باب الحب والخوف. لا معلش انا عايز اعترض على المسمى، جروبات الدعم النفسي والدعم التعليمي. صح جدا، بس في نفس الوقت حضرتك اللي حاصل ان ممكن الماميز دولت من كتر ما انا خايف على ولادي انا بوتره، اللي هو انا كل ربع ساعه والله العظيم ما بيحسوا ولا بيحصل لهم حاجه ولا بيتوتروا ولا يا رب بس يحسوا اصلا عندهم امتحانات. هي دي قضيه برضو شائكه جدا جدا، ان احنا عامه في طرق التدريس بشكل عام عارفين ان التكنولوجي والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والتيك توك والحاجات دي مؤثره جدا على الاتنشن سبان او قدره استيعابيه للشباب والطلاب. فهم الطلاب الايام دي قاعدين تلاقيه وهو قاعد بيذاكر كل ربع ساعه يروح يبص على فيديو، كل 10 دقايق يبص على الواتساب بيصور فيديو وهو قاعد بيذاكر اصلا. فده بيخلي ساعات الماميز في حاله صريخ دائم وتوتر دائم، خاصه الطلاب اللي هم سن المراهقه اللي هو تاني اعدادي تالت اعدادي لغايه ثانوي. فاحنا لازم نعرف ان انا كطالب لازم اوترش نفسي، بس هو المشكله ان انا عندي اولياء امور برضو بيعملوا تاهيل نفسي جدا داخل البيت، ان انا بطمن ابني بفكره دايما بالغذاء الصحي الجميل. حاول يا ابني ما تسهرش، لكن للاسف طبعا العادات الجديده مع دخول السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بيخلي الطلبه طول الوقت مشتتين. وده بيأثر على تركيز الطالب وبيخلي الطالب داخل الامتحان مشتت جدا جدا. حضرتك بس معلومه كده اهوت، في طرق التركيز او في التركيز او في الكونسنتريشن بشكل عام، لما احنا بنقعد على الفيسبوك او تيك توك والحاجات دي بنقعد نتفرج على فيديوهات ما لهاش علاقه ببعض، حاجه دينيه على حاجه ترفيهيه على حاجه تعليميه على برنامج، ده بيعمل للمخ بشكل تشتيت. عام حاله تشتيت. وبنسميها زي ناجتس اوف انفورميشن بالانجليزي، ناجتس كان حاجات كده مش مفيده ولكن بتلخبطني المعلومات ورا بعض. فده بيخلي الواحد مننا كطالب في سن صغير مشتت، وبيأثر على للاسف طبعا دي عايزه لها حلقه تانية طبعا الذكاء الكلامي مع الشباب. حتى يمكن حضرتك لاحظتم الجيل الجديد، يعني الا طبعا في ناس كويسه طبعا ممتازين وشباب واعي، بس كتير منهم عندهم الذكاء الكلامي اقل من الاجيال السابقه. قعدتي على الموبايل فون، قعدتي على التابلتس مأثره كتير، فكل ده بيأثر على التحصيل التعليمي اللي بيطلع في الامتحان. اللي بيخليني في الاخر حاسس طب انا قلقان وتعبان، ايه اسهل حل؟ طب انا على السوشيال ميديا على الواتساب في امتحان ممكن يتسرب. وهو ده ليه علاقه بالبرنامج عندنا النهارده. ان احنا حاسين انا كشاب متوتر جدا، اهلي قاعدين يصرخوا فيا عشان حاسين بالمسؤوليه ان انا مش لسه مسؤول قوي، وفي نفس الوقت بيقولوا قوم يلا ذاكر ذاكر، بس انا عندي الحل السريع. ولكن مع طبعا دلوقتي الوزاره وحرصها على عدم تسريب اي شيء، ده عمل ضغط نفسي على الطالب اللي ما كانش مستعد من الاول، اللي كان مستني التسريب او معتمد على انه هيدخل يغش. أيوة. طب عايزين بس نفند المحظورات، ايه وايه وايه الحاجات المحظورات؟ هو ممنوع اصلا دخول موبايل فون. تمام. الموبايل ممنوع دخوله. تمام. إيه تاني؟ ان اي ورقه معاك تدخل بيها، لا هو معاك قلمك ان كان حاجتك وبس. ما ينفعش تدخل معاك اي كتيب او اي حاجه جوه اللجنه، بتسيبها بره. ده مفهوم، ده اللي بيحصل على طول. ده وفي كاميرات مراقبه داخل اللجان دلوقتي. ولكن انا بس في نقطه عشان ما نطلعش بره الموضوع، هي الفكره هل الغش هيتمنع ولا الغش اصبح جزء من ثقافه بعض الطلاب؟
فاحنا دلوقتي بنتكلم على غش ثقافة بعض الطلاب اللي بيستسهلوا، وعشان كده الوزارة دلوقتي هي بتعمل حاجة مش بس ان هو بتضمن الشفافية او ترانسبيرنسي او شفافية الاختبارات والنزاهة اللي موجودة، لا احنا بنتكلم دلوقتي على ماشي عكس التيار. ان انا كطالب اوريدي كنت قاعد طول السنة هادي واعصابي هادية وما بذاكرش كتير، ماما تصرخ بابا يصرخ، انا عارف ان انا في الاخر هجيب المفيد. اصبح دلوقتي جروبات الواتساب لو اتبعت اختبار ما لقوش هو ده الاختبار اللي حصل، فبيحصل حاله انتكاسه نفسيه داخل الاختبار نفسه. صحيح. فعشان كده هو ولي الامر لازم يقول، مش بيبقى عارف حاجه عن الماده، بيبقى يعني عارف بس الاسئله اللي موجوده، حتى لو جت هي بصياغه مختلفه مش هيعرف يجاوب لانه مش عارف. موضوع تسريب الاختبار ده جريمه، جريمه في حق وطن. ان انا اعود ابني او سوري يعني مجرمين بيعودوا جيل شباب ان انت هيجي لك الدنيا من غير ما تتعب، من غير اي حاجه هيجي لك كل حاجه، فدي تغذيه لثقافه غش. فانا بيحصل في الاخر ان انا كطالب لما الاقي حاجه مبعوته لي يقول لك ده اكيد بكره، ادخل الاقي حاجه تانية، فده كده اجرام حقيقي. فبالشكل دوت الجروبات دي ساعات بس الاجرام مجرد انها مبعوته لي، مش الاجرام ان انا ضحك عليا وبعت لي حاجه تانية. لا هما الاثنين، ان انا مبعوته لي وكمان غشيتك في غش في الجريمه انا بعملها. فالطالب بيدخل بيجي له صدمه فبيسيب الورقه. احنا زمان يمكن اللي كان بيساعدنا اكتر المحافظات، لما كنا بنحل امتحانات المحافظات في السنين السابقه فكنت بتتعود على انماط مختلفه من الاسئله، هو نفس المنهج لكن انماط مختلفه من الاسئله، فده كان بيساعدك وبيؤهلك لان انت اي سؤال موجود قدامك هتعرف تتعامل معاه، هتفهم السؤال عايز ايه وهتجاوب، مش حافظ نص السؤال، لو اتغير طريقه السؤال او كده انت بتصنم. ايوه ده كده حاجه بقى بنتكلم في اسس التعليم نفسها. اسس التعليم نفسها ان احنا بنختبر قدرات الطالب الاستيعابيه، ودلوقتي لو احنا بنتكلم على رؤيه 2030 بقى واعداد الطالب لسوق العمل المحلي والدولي، يبقى احنا بنتكلم على طالب عنده قدره على حاجه اسمها critical thinking او التحليل الفكري، والقدره على ان انا اقدر اتناول مشاكل وحلول. عشان كده دلوقتي طبعا الدول العظمى في التعليم مش بتتكلم على منهج احفظه، عشان كده احنا دلوقتي بس احنا عندنا تعديل كبير في المناهج وفي طريقه بيحصل التعامل وفي امتحانات الشهر وفي اسلوب الامتحان وفي المنصات اللي موجوده فيها الاسئله اللي شاذ بيتكلم عليها، ان امتحان المحافظات كنا بنستناه علشان نعمله الشهادات المعادله كانت بتعتمد على الباست بيبرز وغيرها، لكن المنصه دلوقتي مش مستنيين، هي موجوده من داي 1 موجوده ومتشاله ومحطوطه على المنصات الامتحانات اللي فاتت باساليبها المختلفه. ده شيء رائع. مع التعديل اللي بيحصل في التعليم أولياء والطلاب شايفين الكلام ده، عايزين برضو ان اولياء الامور يساعدوا في كده، ان انا اشجع ابني ده طب افتح بقى شوف ايه اللي بيحصل. ولكن انا برضو مش هتطرق لبعض اولياء الامور اللي عايزين يضمنوا ان اللجنه كويسه، وطمني على اللجنه عامله ازاي. ما تقولي بقى تعريف كلمه اللجنه كويسه، يعني ايه اللجنه كويسه؟ يعني اللجنه هم هي عايزينها سايبه ولا لجنه منضبطه فمش مزعجه؟ في العالم كله لجنه منضبطه يعني بيئة هادئة، البروكتر أو الرجل اللي بيراقب المراقب رجل يتسم بالهدوء الابتسامة الهادئة والحسم والحزم، ده كده اللي هو التعريف الدولي زي الحكم بالظبط، ماشي بأدب بأخلاق، لا بيزعق لا بيعلي صوته، حس إن في تساوي بيقرب من الطالب بكل هدوء يقول له لو سمحت خلي بالك مش عايزين مشاكل عشان ما يشتتش بقى الطلب. صح. ومش كل ربع ساعة يفكر بالوقت، يعني انا برضو كراجل استاذ جامعه ويا ما راقبنا، مش كل نص يقول لك فاضل نص ساعه، اصل انت مش قنبله موقوته كل شويه هتفكرهم، ما تهدى شويه يعني، عشان لو في طالب واخد راحته شويه في التفكير. فاضل ساعه، فاضل نص ساعه، لكن مش كل عدى ربع ساعه، عدى نص ساعه، فموضوع دوت محتاج حاله انضباط نفسي وهدوء داخل اللجنه. طيب هل التعريف العالمي، لكن اللي بيحصل حقيقي ان احنا في بعض اللجان، هنقول البعض القليل من اللجان يعني، وان شاء الله يعني تتحسن، لا في بيحصل ان حاله تسريب، يعني معنى اصح اللجنه في 2-3 طلاب عارفين الاجابات ومذاكرين، فانا كمراقب اقول لهم طب بصوا انا هدي ظهري واقف على الباب بره وانتوا تساعدوا بعض. اعتقد انه الرقابه هتبقى على المراقب كمان اللي موجود كده، مش بس على الطلبه. طيب بقى. ده معناه ان هيكون في حد قاعد على هذه الكاميرات كواليتي اشورنس، يعني ضمان الجوده، وفي نفس الوقت الكاميرات بتراقب ان المراقب بيعمل دوره بشكل منتظم، او في حاله غش مثلا المراقب مش واخد باله منها فالكاميرات بتجيب. واهم حاجه التواجد طبعا الامني اللي بره اللجان،
عشان نضمن ان ما يحصلش زي واقعه حصلت قبل كده من سنتين مش هنتكلم عليها، لما واحده مراقبه داخل لجنتها عملت انضباط، فاولياء الامور كانوا مستنيين عشان كانوا يضربوها. فاحنا بالشكل دوت مش عايزين ده يحصل في احدى المحافظات يعني واحدى القرى في المحافظات، بس ده مش الشائع. بس بشكل عام لا، لازم ناخد بالنا ان لازم يكون في التواجد الامني وداخل الكاميرات، واطمن الموبايلات والحاجات دي مش موجوده جوه. طيب فكره الاهالي انها تبقى عارفه مين المراقب ومين مشرف الدور ومين المشرف على المدرسه وكل الحاجات اشبه ده، نضمن ازاي انه ما يبقاش في اي علاقات مباشره ما بينهم؟ نضمن ازاي انه ما يبقاش في اي نوع من انواع الاتصال بيؤثر على جوده المراقبه ويبقى المساواه بين الطلبه كله؟ هو احنا لازم ناكد ان النظام المتبع في الفتره الحاليه ان بيحصل زي حاله ريشافلنج او تغيير للمراقبين. فانا المدرس اللي موجود داخل المدرسه بيروح مدرسه ثانيه، وده بيجي مدرسين تانيين، فانا اللي واقف على الطلاب مش مدرسينهم اللي عارفينهم من هم ابتدائي او من هم صغيرين وعارفين اهاليهم. خاصه الثقافه، انا اعرف ده مين ده، الثقافه دي موجوده طبعا في بعض القرى والاقاليم لكن مش المدن الكبيره، عشان انت عارف طبعا التعداد والسكان في المدن الكبيره اكتر، لكن في المدن الصغيره او القرى ممكن اكون انا عارف كل حاجه. عشان كده هو بقول ان برضو تواجد الكاميرات وتواجد الامني ويبقى في غرفه تحكم في كل دوت وسرعه تدخل السنه دي هتبقى متوفره بشكل اكبر. ولكن برجع تاني واقول لازم تكون جزء من الثقافه مش بس خوف. صحيح. فيعني رجاء من خلال حضراتكم، وهو دعوه لكل اولياء الامور، ان اي وسيله لغش او ان انا اشجع ولادي على الغش فانت بتاذيه فعليا. فاحنا عشان كده هو يعني عايز اقول لكم ان احنا لو بصينا على النتاج النهائي، هو في الاخر بلاقي شاب اتخرج ومعاه شهاده بس مش لاقي شغل. عشان في الاخر انا كشركه، شركه محليه دوليه او بره، انا عندي كفاءه الخريج مش شهادته. طبعا. عشان كده احنا لو عايزين نتكلم، دي عايزه حلقات لوحدها، ازاي انا كخريج كطالب، انا عايز كطالب الاقي واحد عنده interpersonal skills، ذكاء في التواصل communication skills، مهارات اخرى، الموضوع بقى الشهادات. انا عايزه اتكلم على المهارات دي. واحد من الحاجات اللطيفه جدا اللي موجوده في النظام التعليمي الجديد مراعاه المهارات المختلفه ومراعاه القدره الاستيعابيه المختلفه. في ناس حركيه، في ناس طريقه التعلم بتاعتها اصلا سمعيه، في ناس وغيرها وغيرها وغيرها. فالنمط الادائي بتاع الولاد وهم قاعدين بيمتحنوا، في واحد ما يعرفش يفضل قاعد الساعه ساعه ونص باصص على الورقه. طبعا. ده بيبقى معروف ازاي؟ هل المدرسين بتبقى قايله؟ هل بيبقى يعني مش هنقول انه يقوم يتمشى في اللجنه ويرجع يقعد تاني، بس بيبقى مسموح له بهامش من الحركه بحيث مش هيقدر يفكر طول ما هو ثابت مثلا وغيره. فاحنا وده حاجه مراعيها المناهج الجديده. في عند الشباب ذكوات متعدده بشكل عام. الذكوات المتعدده لهاورد جاردنر او العالم او الكبير طبعا، ان ازاي في بعض الطلاب عندهم ذكاء حركي، ذكاء كلامي، ذكاء في التواصل. فالذكاوات المتعدده ديت دلوقتي احنا لازم نعترف بيها. ولكن at the end of the day او في نهايه المطاف، انا عندي اختبار لازم انت تقعد بالورقه والقلم وتكتب طبعا. لكن اثناء العام الدراسي في حاجه اسمها مشاريع. وعايزين ناخد بالنا من حاجه برضو، ان المدارس بتختلف المنهجيه بتاعتها. يعني احنا ساعات في المناهج الدوليه شويه بتلاقي ان في حاجه اسمها project based learning، اللي هي التعليم كلنا بنشترك في اخراج او مشروع، فده بيساعد على التيم ورك، ازاي انا كفريق عمل، ازاي انا بتعامل مع زميلي، ازاي بنمي حركة. يمكن ده متطبق بالفعل في المناهج التعليميه المصريه بقاله يمكن عارفه كويس جدا 4-5 سنين. مش كل المدارس طبعا، ما هو ده احنا عايزين بقى الطفره في المدارس الحكوميه. صحيح. الطفره في المدارس الحكوميه مش بس منهج، لكن دي فاسيلتيز وامكانيات. هل امكانياتنا جوه المدارس الحكوميه بتسمح بالكلام ده ولا لا؟ وعشان كده هو يمكن من خلال حضراتكم ساعات بحس بحزن شديد جدا لما الاقي بعض الناس الغير متخصصه يقعدوا يسخروا من مدرس ان هو بيحاول يشرح باغنيه، بيحاول يشرح عن طريق حاجه. دي قدراته، ده المهارات المتعدده. بالظبط، هو دي مهاراته والقدرات المتعدده. بالظبط، مهاراته ودي قدراته ودي الامكانيات اللي وفرت ليه. انا كمدرس لازم كل الاحترام للمدرسين اللي عندهم امكانيات قليله وبيحاول باخلاص، اساس العمل اخلاص النيه.
فانا بخلص سنين انا عايز اوصل لطلابي ومعيش غير سبوره وقلم او طباشير او اي حاجه، وبوصل وبحاول اتكلم في عدد جوه الطلبه جوه الفصل زحمه جدا، بس انا بحاول اقومه بدل ما اسخر منهم في السوشيال ميديا والناس تقعد تتريق على التعليم. لازم نقعد نتكلم ازاي ممكن نساعد الناس ديت بفصول اقل، ازاي ممكن نبقى في تطوع ان احنا نبني مدارس اكتر، وهي دي بصراحه ازاي احنا وصلنا اولادنا لان هم ما ياخدوش المعلومه غير بهذا الشكل. واعتقد دي بايدينا زي ما كنت حضرتك بتتكلم. ممكن تفكرتني دلوقتي بايام زمان بقى وايام المدرسه، انا وقت الامتحانات كان بيبقى عندي حاجه غريبه شويه، بقعد ابص للناس وانا قاعد في الاقي. انا مش بغش انا ببقى مذاكر كويس جدا الحمد لله، ومن الناس الملتزمين طول السنه، مش باجي اضغط مثلا فتره الامتحانات، لا كنت ببقى من الناس الملتزمين فعلا. بس اجي وقت الامتحانات وانا قاعد كده في اللجنه مربك، انا شخصيه مربكه، تلاقيني عمال ابص يمين وشمال، فتلاقي المراقب جاي قاعد جنبي. ما هو ده بقى نتيجه التوتر اللي جوه، في اشكال من التوتر المختلفه. التوتر مش مثلا ان انا بقعد اتكلم كتير خالص ده بس انا مركز والامتحان بالنسبه لي تمام والدنيا زي الفل، لكن المشكله في ان انا مربك شويه. وبعدين حاجه ما تنساش ان في ناس اصلا ربنا مديهم قدره على المالتي تاسكينج، لو انا باصص حواليا وبفكر في صحيح. حاجه وجوايا انا بفكر في معلومه ثانيه. فاحنا لازم ما نستبعدش الكلام ده، ربنا مدينا قدرات عشان نكمل بعض. صحيح. فعشان كده هو يعني والقدره ديت ان حضرتك تبص هنا وبتتكلم هنا خلت حضرتك اعلامي ما شاء الله متميز، ان حضرتك دلوقتي بتبص لي وبنتكلم وبنشكر والسؤال اللي بعد، فدي قدرات يستطيع الفرد ان هو يعملها، ودي تنميه قدراته بعد كده اهوت. وده اللي احنا بقى محتاجين اولياء الامور يحس بالقدرات اللي في ابنه ايه وينميها. صحيح. مش ابني يطلع طبيب ومهندس بس، لا في حاجات تانية ممكن تخليه، ومش ابني خلص الشهادة وخلاص. احنا دلوقتي بقى عندنا ظاهرة اسمها التعليم ما بعد التخرج. اللي هو انا ابني خلص اعدادي وثانوي واخد الشهادة، هنخلص امتحانات اعدادي وثانوي ونعمل فقرة التعليم ما بعد التخرج ان شاء الله. كل شكر ليك الدكتور محمد خليل الخبير التعليمي، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجود حضرتك معانا.